برلين مدينة مفعمة بالحيوية ورخيصة نسبيا مقارنة بمدن أوروبية أخرى، وهو ما يجعلها جذابة بالنسبة للكثيرين. ولكن هل هي فعلا جذابة بالنسبة للشباب والمستثمرين العرب؟ حول هذا الموضوع نتحدث الآن مع السيد حسام معروف، نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية وصاحب شركة للإعلام والنشر. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. نقول أن برلين جذابة للمستثمرين والشباب العرب أو للشباب الأوروبيين، هل هي فعلا جذابة بالنسبة للعرب؟ برلين بشكل عام من أكثر المدن دنماركية بأوروبا، تطور الاقتصادي فيها وتطور العلمي الموجود فيها وجمال المدينة وعدد الإمكانيات الموجودة بتشجع كل إنسان مش بس عربي أي من أي جنسية يجي على برلين ويزورها. لكن عمليا إذا اختار الطالب العربي بين برلين ومدن أخرى كباريس ولندن، ماذا سيختار برأيك؟ في حاجز كبير هو حاجز اللغة. يعني بباريس أو إحنا بدرسنا بالوطن العربي مدرس إنجليزي أو فرنسي كلغة ثانية. الألمانية بعدها ما تجذرت بشكل كبير بهذا المجال، تلعب دور طبعا أن الطالب بيخسر بألمانيا أو بيضوع بألمانيا بين سنة وسنتين تاني يبلش يدرس في ألمانيا في جامعات ألمانيا، عم تلعب دور صغير عائق بأنه يفضلوا بلاء لندن أو باريس بشكل أكبر. لكن هناك الآن تحسينات مع دخول نظام التدريس باللغة الإنجليزية، ماذا عن المستثمرين العرب؟ هل مهتمون بالقدوم إلى برلين أو إلى ألمانيا بشكل عام؟ برلين لألمانيا بشكل عام تاريخيا، يعني من اليوم تأسست ألمانيا وهن موجودين المستثمرين العرب. برلين نسبيا جديدة للمستثمر العربي لأنه بعد الوحدة احتاجت برلين بعض الوقت أو ما يعادل 10 سنوات لأنه أسست البنية التحتية للمستثمر العربي، وانطلقت طبعا بدعاية لبرلين بالوطن العربي وصار في وجود لا بأس به للمستثمرين العرب في برلين بالأخص. محافظ برلين كان يقول دائما أن برلين رخيصة لكن جذابة، لكن هذا يتغير مع ارتفاع أسعار العقارات كما نشاهد. هل هذا يعني أن قدوم المستثمرين العرب أو الطلاب العرب سيكون أقل أو أنها ستجذب شريحة أخرى من العرب؟ لا بشكل عام يعني المستثمر العربي حتى الطلاب العرب ما بيتعلق الموضوع بسعر العقارات أو حاجة. برلين فيها جامعتين من يعني في عدد جامعة، في 38 جامعة في برلين، منهم جامعتين مهمين اللي هي جامعة برلين الحرة وجامعة الهومبولد يونيفرسيتي اللي هن بيعتبروهم الجامعة بامتياز النخبة جامعة النخبة، عم تجذب كتير بشكل مغناطيسي العلماء من كل أنحاء العالم ومن الوطن العربي. وفي بعض الريسيرش سنترز مراكز الأبحاث اللي وجدت في برلين كتير عم تجذب. هل تغير الوضع بعد الثورات العربية بالنسبة لقدوم الطلبة العرب؟ لا بشكل عام يعني بعتبرش في تغير كبير بهذا المجال لأنه الثورات العربية في يعني في دول عم تصير، دول كانت تبع الطلاب لفرنسا ولا باريس ولا لندن أكثر منها لألمانيا. نعم، شكرا جزيلا لك السيد حسام معروف نائب رئيس الجمعية الصداقة العربية الألمانية، شكرا لك على كل هذه المعلومات.